تفضل. من فضل مولانا، ما حكم الشرع في الرجل ذو الضفيرة في شعره؟ النبي صلى الله عليه وسلم كانت له هذه الضفيرة، مباح للرجل انه هو يربي شعره وان شعره يتضفر في ضفرتين في كذا الى اخره، او واحدة. تمام. وبرضو الناس بتسأل في المعنى ده، يقول لك وهل يجوز لي ان هو يخليه ديل حصان كده بأستك او بتوكة؟ هو يجوز له هذا، لكن في النهاية عندنا قاعدة عامة بتقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لما ألاقي إن هذه المباح، لما ألاقيه إنه غير متاح، إنه بيجر مشكلات وتصادمات وعدم فهم من كثير من الناس، بلاش منه. ال- 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 الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق بها. فنعم مباح، لكن في حاجة عندنا في الشريعة برضو اسمها المباح والمتاح. يعني أنا لو جيت لك ولابس تريننج كده في مجلس هنا دلوقتي في المسجد، وبنصور في برنامج ديني وكذا إلى آخره، إيه الحرام اللي أنا عملته؟ يجرى حاجة؟ يجرى، يعني لأنه كده خرجت عن إطار العرف بالرغم إن أنا عملت المباح، لكن مع عملي المباح ده هو إلا إنه غير متاح. فقد يكون المباح متاحا وقد يكون المباح غير متاح.